قال: وإن ترى الكسر على أجناس فإنها في الحكم عند الناس. فإنها في الحكم عند الناس يعني عند العلماء هنا، نعم. تحصر في أربعة أقسام. من يعرفها؟ من يعرفها؟ الماهر بالأحكام. من هو الماهر بالأحكام؟ من يا أخوانا؟ الرحبي هو، لأنه هو يشرح لك الآن. قال: يعرفها الماهر بالأحكام. أنا يعني الرحبي، نعم. نعم، أنا والله ما أعرف، أنا لا أعرف علم العروض. نعم، اقرأ يا شيخ. تحصر في أربعة أقسام، يعرفها الماهر في الأحكام، مماثل من بعده مناسب، وبعده موافق مصاحب، والرابع المباين المخالف، يبيك عن تفصيلهن العارف. من العارف؟ بها الرحبي، نعم هو، نعم. وقلنا هذا ليس من التزكية، نعم. فخذ من المماثلين واحدا. يعني عندنا الآن ثلاث أخوات شقيقات وثلاث أخوات لأم، ثلاثة والثلاثة الآن ماذا بينهم؟ تماثل. تأخذ ثلاثة واحد تضربها فيصل المسألة، ثلاثة وستة بينهم تداخل، تأخذ الأكبر، مفهوم؟ نعم. أربعة وستة بينهم قاسم مشترك وهو اثنين، تقسم على واحد منهم ثم تضرب في كامل الآخر. أربعة وستة بينهم اثنين، إما أن تقسم الأربعة على اثنين فيها اثنين، اثنين في ستة اثنى عشر، أو الستة على اثنين ثلاثة في أربعة اثنى عشر، يصح هذا. أو تباين ليس بينهم شيء، اثنين وثلاثة بينهم لا شيء، لا تداخل ولا تماثل ولا توافق، قاسم مشترك، صح؟ إيش تصنع؟ تضرب اثنين في ثلاثة ستة ثم تضرب في أصل المسألة، نعم. فخذ من المماثلين واحدا، ثلاثة وثلاثة تأخذ ثلاثة، ماثلين واحدة، نعم. فخذ من المناسبين زائدا، أربعة وثمانية ستة واثنى عشر، تأخذ الأكبر الزائد، نعم. فاضرب جميع الوفق في الموافقين، قلنا أربعة وستة قسم مشترك اثنين، تقسم على واحد تضرب في كامل الآخر، نعم. واسلك بذاك أنهج الطرائق، نعم. وخذ جميع العدد المباين واضربه في الثاني ولا تداهن. قال: لا تداهن، تكون واضح، تسير على طريقة النبي صلى الله عليه وسلم، ودارهم ما دمت في دارهم وأرضهم ما دمت في أرضهم. مداهنة ما يمكن تداهن، لا يمكن أن تسمع السب والاستهزاء والسخرية واللعب بالدين وتسكت، إما أن تنكر أو تنصرف. إذا بقيت فأنت مثل هذا المداهن، لأن الله سبحانه وتعالى قال: وقد نزل عليكم في الكتاب أن إذا سمعتم آيات الله يكفر بها ويستهزئ بها فلا تقعدوا معهم حتى يخوضوا في حديث غيره، إنكم إذن مثلهم. تحذر من هذا، ما تداهن في الدين، مفهوم؟ أي نعم، تسمع سب النبي صلى الله عليه وسلم، سب الرب، استهزاء بالدين، سب الصحابة رضوان الله عليهم، ما يمكن. إما أن تنكر أو كيف وأنت اليوم تتفرج للمقاطع وتنشر وقال فلان الخبيث في الصحابة، كيف تنشر هذا الكلام؟ كيف تنظر إليه؟ ما يمكن، صح؟ اليوم من ينقل وكذا، ليش تداهن يا أخي؟ لابد تنبه، هذا إما أن ينتهي هذا أو كفر أكبر مخرج من الملة، نعم. لو واحد أرسلك مقطع، أرسل لك مقطعا عن أمك، إيش تصنع فيه بالله؟ ها؟ ممكن تقتله، صح؟ فما بالك يرسل لك مقاطع عن الصحابة رضوان الله عليهم، عن آل البيت، عن أمهات المؤمنين، عن الصحابة، عن الأئمة، ما يمكن، نعم. فذاك جزء السهم فاحفظ عنه واحذر هديت أن تضل عنه، نعم. واضربه في الأصل الذي تأصل، واحسم الضم وما تحصل، واقسمه فالقسم إذا صحيح. تتأكد من صحة المسألة بعد أن تضرب وتقسم، تتأكد، تقول مثلا: عدد الرؤوس عندنا ستة والسهام اثني عشر، انقسمت، نعم،
لكل واحد سهمين. إذن الحل صحيح، تتأكد من صحة الحل، وإذا وإلا فالحل خطأ، تعيد من جديد. نعم. واحسبه فالقسم إذا صحيح يعرفه الأعجم والفصيح. نعم. فهذه من الحساب جمل يأتي على مثالهن العمل من غير تطوير ولا اعتساف، فاقنع بما بين فهو كافي. نعم. خلاص، إذن تقتنع بهذا، هذا يكفيك يقول، لأن بقية المسائل قد تأتي وقد لا تأتي، فقل هذا يكفي بإذن الله تعالى. إذا ضبطنا أصحاب الفروض وضبطنا التعصيب في الغالب مع الحساب انتهت المسائل، نتدرب عليها، ثم بعد هذا هذه بقية المسائل تأتي ولا إشكال. إذا لم تعرفها لا إشكال في هذا، مفهوم؟ فاقنع بما بين فهو كافي، والقناعة كنز لا يفنى. نعم. قال: